رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد. مساء الخير، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك، وقبل اي حاجه لازم ابارك لك طبعا حصولك على افضل اعلاميه. الاستفتاء خير، وده شيء شكراً كويس جداً. يحسب ليكي والى مزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. اكيد في البدايه عايزين نتكلم عن اللقاء الهام للنادي الاهلي قصاد الجونه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 8 مساء. شايف اللقاء ده فنيا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اي لقاء بالنسبه للنادي الاهلي حاليا مهم جدا. اي نقطه بيخسرها النادي الاهلي صعب جدا، اي فوز بيحققه النادي الاهلي حاجه مهمه جدا. صحيح. فكل انطلاقه الى الامام الاهلي محتاجها، الاهلي محتاجها، لان الفترات الماضيه كانت فترات صعبه على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. خروج من بطولتين مهمتين، خساره صعبه حصلت للنادي الاهلي، فليس قدام المقاولين طبعا كانت مفاجاه طبعا. اكيد. فطبعا الاهلي مطالب قدام جماهيره، قدام مجلس ادارته، قدام لعبته نفسهم على المحك ان هم لازم يكسبوا المباراه، مش مباراه بس، كل المباريات النادي المقبله. لان برضو خلي بال حضرتك دلوقتي في ضغوطات شغاله على النادي الاهلي، ضغوطات على جماهير النادي الاهلي، ضغوطات من المنافسين بيحاولوا برضو يصدروا، مشكلات نفسيه ان الاهلي غير قادر. بتلاقي انا اول مره من حوالي 10 سنين افاجئ بحاجه غريبه جدا، ان اشتعلت حاليا حاجه اسمها حرب السوشيال ميديا او حرب المراكز وحرب الجداول. لو دخلت حضرتك على بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي هي بتاعه النشطاء او الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي جايبين جداول قديمه لنادي الزمالك، وفيها الزمالك كان بيحتل المركز ال 14 او 15 وبعده بترول اسيوط واربع انديه. طبعا ده يعني اعازا او محاوله للتقليل من الموقف اللي فيه النادي الاهلي حاليا، والسخريه من الموقف اللي فيه النادي الاهلي حاليا باحتلال المراكز متاخره. مع الفارق ان الاهلي حاليا لما نيجي نقيس ما بين الجدولين هنلاقي في حاجه الناس مش واخده بالها منها. هو بس جمهور الزمالك دايما بيحاول ان هو يصدر مشكلات النادي الاهلي لما يكون مثلا في الاهلي متاخر يعني. فالاهلي الفارق في الجداول اللي الناس جايباها ان الاهلي عنده مؤجلات، فالناس لغت المؤجلات نهائي وبتتكلم على ان النادي الاهلي في مرتبه متاخره. هذه المرتبه متاخره مرتبه ليست طبيعيه، ولكن مرتبه لعدم وجود النادي الاهلي او عدم لعب النادي الاهلي مؤجلاته. ودي حرب مقبوله وحرب مشروعه طالما في ظل تنافس جميل وشريف، وانا بفضل ده، لان في النهايه احنا بنستمتع بكره قدم. يعني انا اتمنى أكيد. ان المنافسه تستمر مع الاهلي والزمالك وبيراميدز واسماعيلي وكل الانديه المصريه. عايزين نشوف دوري محترم، دوري أكيد. قوي، مش دوري القطب الواحد زي ما بشوف في دول ثانيه. دوري بينتهي في الاسبوع ال 20 وده شيء مش حلو. النادي الاهلي قدامه منافس صعب، منافس غير مدير الفني عنده حماده صدقي، جاي بطموحات وجاي بعد سنتين من ابتعاده عن الدوري. اخر تجربه ليه كانت مع انبي، فدلوقتي جاي يثبت نفسه بعد فشله في، انا اسف طبعا اقول في كلمه فشل، ودي حقيقه يعني حصلت معاه في اكثر من تجربه، واخرهم منتخب الشباب. فحاليا اصبحت الطموحات حماده صدقي كبيره، فبالتالي اصبحت مباراه الجونه مهمه جدا ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي يبحث عن فوز، وحماده صدقي يبحث برضو عن تحسين النتائج. طيب خلينا نروح للمباريات اللي فاتت، مباراه بتروجيت ومباراه المقاولين العرب، وتغييرات كابتن محمد يوسف في اللقاءين دول شفتهم ازاي؟ ضروري انت بتشوفي المرحله الماضيه وبتقيميها، بتشوفي ايه السلبيات وايه الايجابيات. بس انا شايف وجهه نظر الفنيه ان مشكله النادي الاهلي اللي خسرته البطولتين اللي فاتوا دول ان هو اللعيبه لم يكونوا في مستواهم، بالاضافه طبعا الاصابات الكتير والغيابات. لسه كنت اقول لحضرتك الغيابات والاصابات ده اثر، كل العوامل تضافرت الى ان الاهلي الموسم ده يبقى يخرج يعني من بطولتين مهمتين. ولكن صحيح. في النهايه الاهلي دايما بنشوفه ان هو بيقف على طول، بيقف على ارض صلبه، والكلام اللي بيتقال دايما النادي الاهلي خلاص هو يعني السنه دي مش هيكون زي كل موسم، لا الكلام ده انا بدري قوي ان احنا نحكم على الموضوع ده، يعني لسه الدور الاول ما انتهاش، وبعدين دايما النتائج بتتغير وبتختلف في الدور الثاني. طبعا اكيد. وعندك في كمان انت في دلوقتي في اتجاه لتدعيمات، اتجاه في لعيبه جايه، لعيبه على اعلى مستوى. شفنا لعيبه كويسين جايين، ولعيبه من افضل لعيبه الدوري المصري انضموا للنادي الاهلي. وبخلاف طبعا انا شايف برضو ان التجديد لمؤمن زكريا ده هيفرق مع النادي الاهلي. خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي يعني
مع الاسف اللعيبه ما شالتهوش في الفتره اللي فاتت، ودي تتحملها فعلا اللعيبه. واللعيبه كنت اتمنى ان 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 اي لاعب، ده طبعا ده تاريخي يعني، انا مش هقول الكلام ده واللعيبه اول مره هتعرفه، اي لاعب عندما ياتي للنادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي فلا بد ان يكون على مستوى المسؤوليه وعلى مستوى الحدث. ولكن ما حدث ان لعيبه النادي الاهلي معظمهم ما كانوش على مستوى المسؤوليه، فبالتالي المدير الفني الجديد او اللي ماسك المسؤوليه ممثلا في محمد يوسف لابد ان يبحث عن اللاعبين البديلين اللي هم يمتلكوا الطموحات، اللي هم برضو عندهم رغبه ان هم يعيدوا اكتشاف نفسهم مره ثانيه، واكدوا من التجربه ان وجهه النظر السابقه الممثله في الفرنسي كارتيرون ما كانش سليمه. فذلك شفنا احمد الشيخ بيسجل هدف، شفنا كريم نيدفيد باك اليمين على اعلى مستوى، شفنا احمد علاء بيقدم نفسه بشكل معقول، شفنا النادي الاهلي يعني وليد ازارو رجع مره ثانيه، بس وليد ازارو لسه محتاج نفسياته شويه تشتغل، انه معالجته نفسيا في الاستمرار، ويحاولوا النادي الاهلي يحاول يخلي وليد ازارو موجود، لان النادي الاهلي محتاج وليد ازارو بالفعل. بس يعني في كلام حضرتك بتقول ان اللعيبه ما كانوش على قدر المسؤوليه، بس خليني ارجع واقول لحضرتك برضو ان الاعمده الاساسيه لفريق النادي الاهلي كانت في حاله يا اما غياب يا اما اصابه. ايوه، ما هو حضرتك انت برضو الاهلي اتحط في هذا الظرف. عندما يوضع نادي بحجم النادي الاهلي في ظرف كبير وظرف بطولات مهمه، ظرف نهائي بطوله مفضله للنادي الاهلي، أكيد. بطوله كبيره بحجم البطوله العربيه، فلا بد ان يكون اللاعبون على قدر المستوى وهم يمثلون النادي الاهلي. حضرتك تفتكر كان في حرب نفسيه كبيره جدا على اللعيبه، وبنتكلم كمان على نهائي دوري ابطال الاهلي في رادس في النهائي الافريقي، المباراه دي كان في اجواء صعبه جدا ومؤثره اكيد بطريقه سلبيه كبيره على الفريق نفسيا. يعني احنا شفنا ان اتوبيس الفريق بيتعرض للهجوم، في لاعب اخذ 8 غرز في وشه، يعني الموضوع صعب جدا. كان في قرارات كتيره من الكاف قبل اللقاء بأقل من يومين، كان في حرمان لوليد ازارو من خوضه للقاء الهام ده، اكيد طبعا كان وجوده هيفرق كتير مع النادي الاهلي. كمان الكلام عن ان كارتيرون كان متواطئ زي ما تم وصفه على الصفحه الرسميه للكاف مع وليد ازارو، في هذا الحدث يعني كان في حرب نفسيه كبيره جدا على النادي الاهلي، ما كانش في دعم من الاعلام المصري للنادي الاهلي، على العكس تماما اللي احنا كنا شايفينه في تونس، التونسي والمسؤولين التونسيين، وحتى دعم كان على مستوى الدولة نفسها ممثلة في رئيس الوزراء، استقبل الفريق او مسؤولين الفريق. فانا مش حابه ان احنا نحمل برضو اللعيبه مسؤوليه، برضو كان في ظروف برضو يعني كانت سبب كبير جدا او ساهمت بشكل كبير جدا في خساره اللقبين. ايوه انا مع حضرتك برضو في نفس هذا الكلام، ولكن انا بقول ان هذه العوامل كلها لابد ان تؤثر في النادي الاهلي، لابد ان تاتي باثار سلبيه على النادي الاهلي. ولكن في النهايه الاهلي، انا شايف ان خساره 3-0 بالنسبه للاهلي دي كبيره، يعني انا النادي الاهلي يخسر جدا. مش ما يخسرش هو، يعني ما فيش نادي في العالم لا يخسر، ولكن انا بتكلم على اللعيبه نفسها. ليه؟ لان اللعيبه حضرتك اديك شفت المباراه، انت شفت في لعيب النادي الاهلي كان في مستوى، ما كانش في مستوى، ده ناتج لعوامل ثانيه وعوامل اخرى تضافرت مع مستوى الهزيل اللي ظهر بيه لعيب الاهلي وادى الى هذه النتيجه. صحيح. ما هو خلي بال حضرتك النتيجه دي بتعبر عن مستوى، أكيد. بتعبر عن ظروف محيطه، لكن أكيد. في النهايه الاهلي قادر ان هو يعني يصحح اخطائه، قادر ان هو مثلا، ما هو خلي بال حضرتك انت برضه تيجي تبصي على الاصابات الكتيره سببها ايه؟ اكيد في سببها في حاجه في الجهاز الفني او الجهاز الطبي او الجهاز البدني، في مشكله والاهلي يعالجها. اللعيبه نفسهم فيها في قصور في بعض المراكز معينه الاهلي بيعالجها. فخلي بال حضرتك انا دايما افضل ان استفيد من الخساره. خلي بال حضرتك الاستفاده من الخساره ممكن تكون اهم من المكسب نفسه. صحيح. بمعنى ان النادي الاهلي عندما خسر بطولتين، عارف، طب اقول لك على حاجه، الاهلي فاز بالبطولتين، فاز بالبطوله وصعد للدور الثمانيه في البطوله العربيه. طيب ماذا كان سيحدث؟ كان هيحصل نفس اللي هيحصل ده، لان دايما كان كلام كابتن محمود الخطيب ان انا كان كده في عندي نيه لاعاده هيكله قطاع كره القدم حتى في حاله ان احنا انا مع حضرتك، ولكن ليس بهذه الزخم وبهذه الشكل اللي واخد حماس، حتى حماس جماهيري. يعني حضرتك دلوقتي اكيد بتجيلك تليفونات، والاهلي جاب مين النهارده، الاهلي قاعد مع مين،
مين؟ طب ده احنا شفنا 7 لعيبه، عمرو ورده راجع ولا مش راجع، ده فلان راجع ولا كلام يعني كتير قوي، هتلاقي كلام كتير جدا، وكلاء بيشتغلوا طبعا وبينشطوا في الحاجات ديت. فخلي بال حضرتك ده اللي خلى برضه، انت برضه خلي بالك من نقطه مهمه، انا كان ما كانش ينفع برضه ان انا فرقه كانت مثلا لو افترضنا الاهلي حصل البطوله، كان ينفع ان انا امشي لعيبه خدت بطوله؟ هتبقى صعبه، هيبقى حتى التغيير هيبقى تغيير خفيف، لكن رب ضره او ضره نافعه. في هذه الحاله الاهلي يحاول دائما ان يستعيد زمام نفسه، لان الاهلي دايما معودنا انه ما بيقعش. خلينا نقفل صفحه الخساره والخروج بقى من دوري ابطال افريقيا من غير اللقب اللي كلنا كنا بنطمح فيه طبعا. كمان خروجنا من دور ال 16 في البطوله العربيه، خساره بعد كده لقاء المقاولين العرب، ونروح لمباراه بتروجيت واعاده الانتصارات مره ثانيه. انا عارفه ان الموضوع بس في صعب، نقطه مهمه انا يعني باكد عليها دايما واخدها من كلام حضرتك، مجرد انك تقفلي باب خساره ده معناه انك انت بتحاولي لا ما تشوفيش اخطائك، بالعكس ده الخطا وسيله للاصلاح. أكيد. ده لازم اكيد، وده اللي شفناه طبعا، ده اللي ترتب عليه اعاده هيكله لقطاع كره القدم في النادي الاهلي. النادي الاهلي بشكل كويس، قالت باتريس كارتيرون، قالت مدرب الاحمال مايكل لينمان، ورغم ان انا شايف بصراحه ان كارتيرون كان يعني انا شايفه ان هو من احد المدربين الكويسين اللي جه في ظروف صعب بصراحه. يعني انا وجهه نظر الشخصيه تمثلني بصفه اسمع من فهمي، ان كارتيرون من المدربين اللي حصلوا لم يحصلوا على الفرصه كامله، والظروف نفسها المحيطه بيه يمكن ما ساعدتوش او ما خدمتوش بشكل بصراحه شديده يعني. طيب خلينا نروح بقى للي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكوره او القائم باعمال مدير الكوره طبعا، هم كلهم لسه قائمين باعمال الكوره، لسه ما فيش قرارات رسميه، والنهارده ممكن يحصل قرارات رسميه عن ملف اعاده الهيكله لقطاع كره القدم في النادي الاهلي، عن طبعا الصفقات الجديده اللي حصلت في النادي الاهلي. يمكن هي صفقه وحيده بس اللي تم الاعلان عنها رسميا، محمد محمود لاعب وديد دجله. انا بعتبر ان التجديد لمحمد مؤمن زكريا صفقه رائعه جدا، اكيد طبعا الابقاء على لعيبه النادي الاهلي الاساسيين اكيد لعيب طبعا كان ممكن يصنع الفارق في مباريات اللي فاتت، ولكن مع الاسف انا ما اعرفش ليه سبب عدم الاستعانه بيه. مؤمن زكريا من اللعيبه الممتازين جدا اللي بيقدروا يصنعوا الفارق، ومن اللعيبه القليلين جدا الاجنحه في مصر اللي بيخشوا منطقه الجزاء وكانهم مهاجمين بالظبط، ده شيء بينفرد بيه مؤمن زكريا اكيد. طيب خلينا نتكلم عن الخطوات اللي حصلت، شايفها ازاي بالنسبه للعيبه يعني؟ بصي انا مبسوط جدا بان محمد محمود جه النادي الاهلي. ليه؟ لانه محمد محمود لعيب صغير، لعيب يملك من الامكانيات الكثير، متميز عنده شخصيه ودي مهمه جدا. شخصيته قائد في الملعب، يعني شخصيته اكبر بكثير من سنه، تتوافق مع الانديه الكبرى بحجم الاهلي وبحجم الزمالك وبحجم المنتخب برضه، فده يعني يعطيك انطباع ان النادي الاهلي كسب لعيب في نص الملعب، كسب لعيب يستطيع ان يقوم بالدورين، دور الدفاعي والدور الهجومي وصناعه اللعب والتسديد، برغم ان هو قليل اهدافه. خلي بال حضرتك اهدافه قليله جدا في الدوري المصري، يعني هو جاب هدف او هدفين من اول تصعيد ليه من ايام ميدو اللي صعده 2015 2016، بقى له خلي بال حضرتك بقى له سنتين في الدوري المصري هو والناس مش واخده بالها منه. لكن هو ظهر بقوه لما اجيري خده المنتخب حط عينه عليه، وبالتالي احنا شفنا محمد محمود بالشكل الكامل والكافي. لعيب كويس، لعيب هيفيد النادي الاهلي، لعيبه هو خلي بال حضرتك برضو لما تبصي على سن محمد محمود هتلاقيه في كل المواصفات اللي تبحث عنها اي نادي في العالم، مش ما بتكلمش على صحيح. على محمد محمود نفسه، انا بتكلم على اي نادي في العالم بيدور على مستقبله، يدور على لعيب صغير في السن 20 سنه، يدور على لعيب دولي، لعيب دولي عنده شخصيه، عنده شخصيه بيحب النادي الاهلي، اعلن حبه للنادي الاهلي. لا في هذه الحاله لاعب بكل هذه المواصفات من الطبيعي يعني في النادي الاهلي، اهم حاجه تكون بدايته موفقه، اهم حاجه يشعر بان اللاعب للنادي الاهلي يختلف تماما عن اللاعب لاي نادي في مصر تاني. صحيح. فاذا وضع في ذهنه هذا الكلام فسيكون نوال لاعب دولي من الممكن ان يستفيد منه الاهلي بعد كده في بيعه باثمان غاليه جدا او الابقاء عليه كما يريد. طيب لو اتكلمنا من وجهه نظر حضرتك، ايه المراكز اللي محتاجه النادي الاهلي ان هو يدعمها في الفتره دي؟ طبعا احنا سامعين اجتهادات كتير جدا صبح وليل، سوشيال ميديا، مواقع اخباريه، جرايد، مرشحين النادي الاهلي، السوشيال ميديا مرشحه 25 لاعب،
للانضمام للنادي الاهلي اللي هو طول حضرتك طبعا يعني في اسماء ممكن محمد النني تخيلي محمد النني عمرو ورده علي غزال اسماء كتيره جدا الكثير كمان من المحترفين بالاضافه طبعا للاعيبه كل المحترفين هيسيبوا الاحتراف بتاعهم ويرجعوا للدوري المصري كلها اجتهادات لكن انت شايف مين من الاسامي دي اللي لفت نظرك وقلت حقيقي النادي الاهلي محتاج اللاعب ده او محتاج الصفقه دي؟ والله بصي انا النادي الاهلي حاليا او المصري حاليا تتجه ناحيه الشمال هي الصفقات الافضل والتي تستطيع التوافق مع شمال افريقيا المغرب وتونس والمغرب وتونس تحديدا الجزائر لسه ما جربناش كتير فيهم لكن المغاربه والتوانسه ناجحين في الدوري المصري عاملين شغل رائع في سواء في الاهلي او الزمالك فالاتجاه طبعا وفرجاني ساسي وحمد النقاز مع نادي الزمالك وحميد احداد طبعا لسه ما ظهرش في الزمالك لكن هذا الاتجاه هو الذي سيسود في الايام اللي جايه لانه خلي بال حضرتك الوكلاء شافوا ان النادي الاهلي والزمالك اتجهوا الى هذه المدارس الكرويه ولقوا انه في مميزات تميز اللعيبه العرب عن اللعيبه الافارقه ومنها ان اللعيبه العرب عندهم طبعا اللغه عامل مهم جدا بالنسبه للدوري المصري صحيح ما بنفهمش قوي الكلام بتاعهم يعني يمكن هم يفهمونا بالعكس هم بيفهمونا من كتر الافلام والمسلسلات اللي في سعد سمير بيخلي اي حد بيتكلم عربي يعني ده حاجه معروفه يعني فطبعا هم بيفهمونا اكتر ما احنا بنفهمهم هم طبعا بيتفرجوا على المسلسلات والافلام المصريه ودي حاجه قديمه يعني فده الاتجاه السائد فتلاقي اسماء كتيره جدا مرشحه من الشمال الافريقي وده شيء برضو وده طبعا يستتبعه اذا كان الاتحاد الكوره فعلا هيخلي فيه قرار اللي هو الاتفاق مع لعيبه الشمال الافريقي. كنت لسه اسالك عن هذا الاتفاق، هل شايف ان ده هيكون مفيد ولا مضر للكره المصريه؟ الكره المصريه نفسها، وبص اقول لك على حاجه هي مدرستين، في مدرسه بتقول لك ان الاحتكاك بلعيبه في فريق واحد او في فرقه متنافسه في الدوري المصري واحد ده ممكن يكون مهم جدا بالنسبه للكره المصريه، وفي اتجاه ثاني يقول لك لا ده هو ممكن انت لما مثلا تجيبي في نص الملعب ما انت كده بتحرمي الاهلي من انت لما تجيب مهاجم بالظبط بتحرمي تونسي مدافع مغربي وتحطه في وسط الملعب برضه حد من يعني خلي بالك حضرتك برضه هي بترجع برضه للقاعده نفسها بتاعه الكره المصريه والتفكير في الكره المصريه، ما هو عندك انجلترا الدوري الانجليزي مليان وعنده حاليا هو اي نعم في السابق كان المنتخب الانجليزي لم يكن باللي احنا شايفينه عليه لكن المنتخب حاليا في طبعا خطط مختلفه في شكل مختلف في اهتمام بشكل مختلف فظهر الدوري ظهر لعيبه في الدوري الانجليزي برغم وجود لعيبه كتيره جدا من اجناس مختلفه فدي بترجع والدوري السعودي بقى فيه تمن لعيبه الدوري الاحتراف موجود في اكتر من حته بس اهم حاجه انا اهتم ب بتاعي واحاول دايما اني ادخل الثلاث اربع عناصر يعني مثلا الاهلي مثلا محتاج مدافع لازم يكون كلامي في حلقه اتصال ما بين الاجهزه الفنيه للناشئين مع الفريق الاول ان هو انا عندي في المركز ده ناقص انا عايز لمده مثلا انا هجيب واحد مثلا افريقي او هجيب واحد تونسي هجيب واحد جزائري لغايه ما يطلع عندي هذا الناشئ يعني يبقى الاستعانه بس انا ما اظنش ان ده هيحصل يعني لو تم تطبيق القرار ده هنلاقي مثلا اربعه الاجانب موجودين كمان اربعه هيبقوا سته هيبقوا سته او سبعه لعيبه او ثمان لعيبه ثمان لعيبه اجانب جوه فريق واحد مش هتلاقي غير حارس المرمى هو واثنين كمان المصريين الوحيدين اللي في الفريق ما كل فرقه هتبقى عايزه تكسب هتلعب باوراقها الرابحه بغض النظر عن اللي حضرتك بتقوله ده ترجع للفلوس نفسها الموجوده مع الانديه والدولارات الموجوده اللي يقدر يجيب بيها لعيبه او لان خلي بالك اللعيبه دي مش رخيصه برضه غالي يعني انت مش هتجيب لاعب اسمه مغربي وخلاص او اسمه جزائري وخلاص لا لاعب مصنف يعني النادي الاهلي عندما النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي هم لديهم المال عندما الاثنين بيبحثوا عن لعيبه فلا بد ان يكون اللعيبه من العيار الثقيل يعني وليد ازارو دولي فرجاني ساسي دولي حمد النقاز دولي حميد احداد دولي فكل اللعيبه اللي هتجيبيها هتكون بمبالغ كبيره فده برضو خلي بال حضرتك برضو اكيد اللعيبه المميزه بيكون عندها طموح اكتر ان هي تطلع على اوروبا ولا ايه مشكله وزارو ان هو عايز يحترف ايه مشكله فرجاني ساسي يعني ما هو مفيش مشاكل مع لعيبه الزمالك ولكن كل لعيب بيأتي الدوري المصري الدوري المصري متشاف مع دوريات ثانيه موجوده في فبتكون بالنسبه لهم مرحله طبعا مرحله كبيره وخلي بال حضرتك ده مكسب برضو بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك ان هم يبيعوا لعيبه بفلوس كتيره. طيب لو اتكلمنا عن الدوري المصري عامه في الموسم الحالي وعن الحاجات الجديده اللي انت شايفها في الدوري المصري في الموسم ده. منافسه
يعني منافسه كويسه، بس في نقاط سلبيه ان مفيش صبر على المديرين الفنيين. حضرتك بتشوفي لغايه دلوقتي وصلنا في حوالي 15 16 مدير فني راحلين، وده شيء صحيح غريب جدا. يعني واحد مثلا زي مثلا هشام زكريا عامل ماتشات رائعه مع فريق صاعد وعامل نتائج رائعه، يخسر مثلا ويتعادل 7 مباريات ويخسر مباراتين، شكرا مع السلامه. فريق يتعادل 7 مرات، شكرا محمد حلمي وحسام عبد اللطيف. يعني ما فيش صبر على المديرين الفنيين، وده ودي ازمه كبيره. وخلي بال حضرتك برضو في لسه عايشين بعقليه ان احنا لازم نتدخل في الامور الفنيه. يا جماعه يا جماعه من هذا المنبر المحترم، كل جهاز فني ما فيش واحد عايز يخسر، ولا واحد عايز يكون السي في بتاعه في ان هو تمت اقالته مرتين او ثلاثه. كل مدير فني يريد ان يعمل ويعطى الصلاحيه الكامله. ما يحدث في الدوري المصري في مشكله كبيره جدا، ومن اهم اسباب الاقالات المستمره في الدوري المصري هي التدخلات الفنيه من الكبار او من المسؤولين عن مجالس الاداره. وانا اقول الكلام ده على مسيرتي الشخصيه، موجود في سموحه، موجود في الاسماعيلي، موجود في النجوم، موجود في اكثر من فريق في مصر. هذه الفرق لا تعطي فرصه لمدربيها، فبالتالي يتم تغيير مدربين. بالتالي بنشوف ظاهره موجوده غير موجوده غير في مصر، ان المدير الفني طارق يحيى يسيب بتروجيت، الماتش اللي بعديه على طول يلعب قدام بتروجيت مع سموحه. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ عمرك بتشوف الكلام ده؟ صعب. علي ماهر يمسك انبي وهيدربه قدام سموحه. طب ما انت كده ما فيش فير، انت كده واحد مدير فني عنده كل الاصرار بتاعت الفرقه المنافسه، وفي نفس التوقيت انت يعني 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 ازاي مدير فني يدرب فرقتين في موسم واحد؟ لا، لازم تقنين اتحاد الكره من 4 سنين. دي ممكن تتحكم ازاي؟ اتحاد الكوره يقرر انه المدير الفني الذي يرحل من فريق لا يدرب بقيه الموسم. ده زي الانتقالات بالظبط. يعني دي تبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للمديرين الفنيين. ما هو خلاص يبقى هو يعملوا ايه؟ ما يعملش حاجه. يحاول مع الزام بقى الفريق اللي تم الاقاله مثلا بدفع راتبه لغايه اخر الموسم. ما هو في بقى في شروط جزائيه استخدمها هو في حاله اقالتي، اذا تم مثلا اخد بيت عادي. تمام التمام. انما كل يوم بنشوف مدير فني ماسك فرقه ثاني الماتش اللي بعديه يمسك فرقه ثانيه اللي كان بيدربها من يومين. طب فين الفير وفين العداله؟ دي ازمه كبيره لازم نوجدها، لازم نلاقي لها حل. كان الكلام ده من 4 سنين وكانت هيتحط فيها يعني قرار او لائحه او بند، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل فيه يعني هذا القرار. بس برضه هتلاقي لو فكره ان المدير الفني ما ينفعش يمشي من الفرقه دي عشان هو عارف كل المخابئ وكل الاسرار وكل الكواليس بتاعتها، عشان صعب ان هو ينافسهم بعد كده، او هيكون انفير ان هو ينافسهم بعد كده. بس برضه هنتكلم في الموضوع ده عن اللعيبه، ما اللاعب برضه هيتنقل في يناير اللي جاي عارف كل الكواليس وكل طرق اللعيبه اللي قدامه. ده لاعب واحد بينفذ فكره، مش مدير فني هو الفكر نفسه. انا بكلمك على فكر نفسه بينتقل من فريق الى فريق اخر، والمدير الفني بياتي. طب اقول لك على حاجه، في مدير فني دلوقتي مشي من فريق هتلاقي مربط مع خمس لعيبه من فرقته، انا عايزكم معايا. يعني في لعيبه تلاقيها مثلا، بلاش اقول اسماء لان الاسماء هتزعل الناس مني، فمشكله كبيره واشكاليه كبيره لابد لها من حل، ولابد لها من طبعا ضوابط. لانه انا يعني اقول لك على حاجه، ممكن مثلا طارق يحيى يمشي من سموحه، وده وارد لان الاستاذ محمد فرج عامر يمكن سمعنا عن مفاوضات حاليه مع مدير فني اجنبي او من شمال افريقيا مع سموحه. طيب هذه كده حضرتك بتقولي، انا والله اول مره اسمع الكلام، بس اول مره اسمعه واصدقه. لان التوصيل ليه؟ لانه في النهايه انت بتتعاملي زي ما قلت لك مع مجالس ادارات لا تعطي الفرصة الكافية والكاملة للأجهزة الفنية. الأجهزة الفنية بتشوفي فينجر قعد كم سنة، فيرجسون قعد قد إيه. أيوة بس أنت برضو جايب لي أكتر أمثلة للناس قعدت كتير قوي. حسام حسن قعد مع المصري 3 سنين ونص، عمل إيه؟ حقق نتائج رائعة حقيقي. عمل نتائج، عمل وصل لقب نهائي الكونفدرالية، كل سنه بيوصل نهائي كاس، مره وصل نهائي كاس وكان هياخد الكاس. دايما مركز ثاني، مركز ثالث، مركز رابع. حاليا المصري يعاني في ظل تغيير الاجهزه الفنيه. في ظاهره ثانيه الناس مش واخده بالها منها، ان احنا بدانا نستعين باجهزه فنيه سابقه، وده ما كانش يحصل. يعني عندك مصطفى يونس بقى له 8 سنين ما دربش، رجعناها مره ثانيه. حماده صدقي بعد ما راحوا المنتخبات وبطلوا يدربوا في الانديه المصريه رجعناهم مره ثانيه، دي ظاهره برضو الناس تاخد بالها منها. الافرازات نفسها في اللعيبه مش شايف بصراحه ان اللعيبه تصلح ان تكون نواه للعيبه دوليين. يعني مع الاحترام الكامل والكافي لاختيارات اجيري لبعض اللاعبين،
لكن حضرتك لو شفت الماتش الاخير باهر المحمدي نوال لاعب جيد ولكن ليس باللاعب الواو الذي يستطيع ان يحتل مكانه اساسيه في منتخب مصر. الهدف الاولاني بتاع تونس غلطه منه، غلطه تدل على قله خبراته، ما عندوش الخبرات الكافيه والكامله. عندك محمود متولي عقليه الهواء وليس المحترفين، انت تلعب لاخر لحظه، حتى لو هم مش عايزينك تلعب في الاسماعيلي تلعب لاخر لحظه، انك انت في النهايه تمثل فريق ومفروض نوال لاعب دولي. يعني برضو انا بتكلمك على اللعيبه اللي هم عليهم اشكاليه في الدوري المصري، واللعيبه المفروض انها تكون لعيبه كبيره ولعيبه الناس بتتصارع عليها، لكن فين ايه ايه اجير اختيارات اجير اللي حصلت اللي عملت الواو وشفنا لعيبه. طب لو اتكلمنا عن اختيارات اجيري محليا برضو وللعيبه المحترفه، شايف مين اتظلم في اختيارات اجيري؟ لا في هو عامل مقاييس ومش بيمشي عليها. عامل مقاييس سن مثلا، انا ما اخري 30 سنه. طب احمد علي ضمته قبل كده واتصاب قدام ايد سواتيني وهتضمه تاني الماتش اللي جاي قدام النيجر. الله، طب ما هو انت 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 كده مقاييسك مختله. عندك لعيبه مثلا لا تلعب في فرقه وبتلعب عندك المدير الفني لازم في اختياراته عندما يختار لعيبه لابد ان يوازن بين ايه؟ يوازن بين الخبره ويوازن بين الشباب. تمام، انت عندك الخبره متمثله في محمد صلاح لعيب عالمي، محمد النيني لعيب كويس، لعيبه بتصنع الفارق، العظم بتاع المنتخب مصر زي ما بيقولوا. وتختار معهم لعيبه انت شايف ان هم يكونوا نواه او يكونوا رافد للعيبه انت مشيتها او انت مش تستعين بيها. لازم يكون ذلك يكون بناء على خطه مقننه وليست خطه اول ما اجزر اشيل كل اللعيبه الخبرات، اشيل كل اللعيبه اللي هم المهمين، اشيل احمد فتحي. لازم يكون في توازن زي ما حضرتك بتقول، بالانس. لازم يكون في توازن عشان خاطر لما اجي اختار لعيبه المنتخب ما يتاثرش. ده سنه الحياه، سنه الحياه ما ينفعش الواحد يعني يعمل اي موقف الا عباره عن خطوات، الواحد بيخطو خطوات عشان يوصل للهدف بتاعه، مش يعمل خطوه القفز ده في حد ذاته ممكن ياتي باثار عكسيه. فانا شايف ان اجيري هو يعني الظروف خدمته. انت شايف اجيري ازاي؟ لسه انا لغايه دلوقتي حتى الفوز على تونس لم يرضيني او يرضي طموحاتي في ان انا اقتنع ان اجيري مدير فني يلائم منتخب مصر. لسه لما اشوفك على المحك، لما اشوفك في بطوله كبيره زي افريقيا، يمكن لما يكون اللقاء ليه اهميه خاصه، يمكن اللقاء ده كان تحصيل حاصل وكسبت لقاء تونس تونس بتوفيق محمد صلاح. يعني محمد صلاح عمل مباراه رائعه وقدم مباراه رائعه وتوفيق محمد صلاح مش فوز بس. احنا انا عن نفسي اتبسطت من اداء منتخب مصر قدام تونس، كلنا اتبسطنا بيها، ولكن برضو اتبسطنا ليه باداء مصر قصاد تونس؟ يمكن عشان اختلاف الطريقه اللي احنا تعودنا عليها او اللي عانينا منها في خلافة هكتور كوبر. بس مش معنى ده ان دايما نقول له يا اجيري عايزين دايما. ما هو احنا برضو عندنا ازمه في مصر يا استاذه شيماء، دايما انت بتتكلمي على ان انت ناقده. يعني انت في مكانك ناقده والجمهور ناقد والاعلام ناقد. انقد، ولكن دع المدير الفني يعمل. لانه في النهايه هو اللي انت بتحاسبه. صحيح، لازم انت تسيب المدير الفني يشتغل على فكره هو. طب انا متعاقد ليه مع كارتيرون؟ متعاقد ليه مع اجيري؟ عشان انا شايف ان هو عنده حاجه مختلفه، حاجه ممكن يقدمها لي، اسيبه يقدم هذه الحاجه وفي الاخر احاسبه في نهايه الامر. طب لو حسبت هكتور كوبر دلوقتي مين؟ لو انت حسبت دلوقتي هكتور كوبر، الناس هتختلف معايا. انا ليا بالارقام وليا بالنتائج. كوبر عمل للكره المصريه ما لم يحققه غيره. وصل لنهائي نهائي أمم افريقيا 2017، عمل حضرتك وصلنا كاس عالم. اي نعم، هو مدرسته عقيمه شويه، مدرسته تعتمد على الدفاع، ولكن ده اللي مشي مع ده اللي ركب معاه لعيبه منتخب مصر وده اللي حقق النتيجه دي. فانا يعني لكن في النهايه دايما انا بقول ان هكتور كوبر ده محير جدا، مش عارف تحبه ولا تكرهه، مش عارف هو قدم للكره المصريه ولا اخذ من متعه الكوره. هو صعب بالكره المصريه من الباب اللي احنا ما بنحبهوش. يعني احنا كنا نتمنى بس ده، وده بيحصل فين؟ يعني ده بيحصل مع بعض المنتخبات مش كل المنتخبات. يعني حصل مع المغرب، يعني احنا برضو شفنا المغرب صعدت باداء ونتائج، شفنا تونس اداء ونتائج، انما اللي حصل مع كوبر كان بايه؟ بنتائج وفقط. بس في النهايه دي امكانياتنا. في النهايه احنا يعني كانت ظروفنا كده. خلي بال حضرتك، هو جه والدوري، انا مش هتكلم طبعا عشان ما اقولش الناس ان انا بدافع عنه، انا اسمع منهم فهمس مش عمنا كوبر. فده يعني خلاص مرحله وعدت وطويناها، قدامنا معانا مدير فني. يعني خلي بال حضرتك، انا
ليا بعض الاصدقاء اللي عمل معاهم في اسبانيا بيقولوا لي مدير فني رائع جدا، ومدير فني يستطيع ان يتعامل مع نفسيات اللعيبه، يستطيع ان يتعامل مع نفسيات المحيطين حواليه، وهيعمل حاله مع لعيبه مصر، لكن في النهايه نتركه فتره ونحكم عليه لانه الايام جايه كتيره وهنعرف أكيد. هو هيقدر يعمل ايه. اكيد اكيد. النهارده شفنا تصريح لعمر جمال في موقع رسمي للنادي الاهلي بيتكلم فيه عن بقائه واستمراره من عدمه جوه النادي الاهلي، قال الاولويه اكيد هتكون لبقائي داخل صفوف النادي الاهلي لو ما كانش عند الجهاز الفني والاداري راي تاني. بس خلينا نرجع نتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. رجعنا سريعا ولسه معانا استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ. طيب عايزين نرجع ونتكلم عن تصريح عمرو جمال اللي كنا بنقوله قبل الفاصل. عمرو جمال طلع وقال انا تحت امر النادي الاهلي، اولوياتي اكيد هي البقاء في النادي الاهلي، ولو الاداره الفنيه او اداره النادي الاهلي عندها راي تاني فانا مكاني اللي جاي ان شاء الله هيكون الاحتراف مره اخرى او خوض تجربه الاحتراف مره ثانيه. تصريح ذكي جدا. وقته الايام جايه، الفتره اللي جايه ديت فتره بحث وتدقيق في مهاجمين في مصر وخارج مصر هو اولى. وانا معلوماتي بتقول ان هو الفتره اللي فاتت كان عامل فيها يعني استعد استعداد كويس جدا ان هو ممكن يتم استدعائه مره اخرى يتم قيده. وانا المعلومات اللي عندي ممكن اقولها ان هو ممكن يتم قيده في النادي الاهلي، لانه فعلا فعلا مهاجم هو، بس الاصابه ظلمته شويه. لو بعدته كتير الاصابه. نعم الاصابه اثرت عليه كتير. وعلى فكره اقول لك برغم الاصابه اللي لو بصيت في ارقامه، لو دخلت على الترانسفير ماركت وبصيت على ارقامه هتلاقي ارقامه ممتازه. يعني انا مسجل حاجات ليه، مثلا لعب 65 مباراه في الدوري 17 هدف و6 اسيست، 17 مباراة في دوري الأبطال 4 أهداف، كأس مصر 14 مباراة 6 أهداف. هو مين برضه اللي ينسى الغزال يعني كان أحسن مهاجمين مصر؟ طبعًا أرقام مهمة جدًا تؤكد إنه ده مهاجم من الطراز الرفيع ولسه سنه صغير. وسنه صغير طبعًا، وأنا يعني وكلامه النهارده بينفي بعض الكلام اللي اتقال إنه ممكن يروح الزمالك، يروح مش عارف في أي حتة تاني، يروح الإسماعيلي واتفق مع الإسماعيلي وقعد مع الإسماعيلي، لكن في النهاية هو نفى تمامًا الكلام طبعًا ده. طبعًا وجوده في النادي الأهلي مهم جدًا، وجوده طبعًا خلي بال حضرتك الفترة اللي حصلت اللي فاتت ووضعه تحت قائمة الانتظار ده درس قاسي للعيب عايز يبقى كويس. صحيح. لعيب عايز يرجع مرة تانية، لأنه خلي بال حضرتك عمرو جمال في فترة من الفترات كان أفضل مهاجم في الدوري طبعًا المصري. طبعًا. وكان خيار مهم لكوبر ولعب ماتشات كتيرة جدا مع كوبر لما كان ماسك. فده يؤكد لك ان هو الايام بتفتح لك دراعاتها. انت بقى عايز ايه يا عمرو يا جمال؟ لو رجعت النادي الاهلي مره ثانيه تمسك بهذه الفرصه وتشبث. واحنا بنتكلم دلوقتي عن عمرو جمال برضو خدني الكلام لصالح جمعه، صالح جمعه اللي طلع. لا ده صالح جمعه مختلف خالص. بس صالح جمعه طلع واكد برضو عايز يرجع وياخد فرصته جوه النادي الاهلي، وقال ادوني فرصه مره واحده بس يعني اخر مره. اقول لك على معلومه او تاكيد لكلام حضرتك، اللاعب اللي يوصل سنه 25 سنه او 26 سنه ولا يعطي الكره حقها وقدرها لا يلومن الا نفسه. يعني شفت حضرتك محمد صلاح 25 سنه لعيب عالمي. صحيح. وانت يا صالح جمعه لا تقل مهاره ولا تقل موهبة. امكانيات وموهبه عن محمد صلاح، ولكن الفارق في العقليه. عقليه محمد صلاح تختلف تماما عن عقليه اي لاعب مصري. عقليه محمد صلاح عقليه والتفكير بيمثلوا قد ايه لكل لاعب. وفي نفس التوقيت المحيطين كمان. خلي بال حضرتك المحيطين بالدائره المحيطه. صحيح. بالظبط. محمد صلاح عنده ناس بتفكر له، ناس مش بتفكروا طبعا في كل حق، بتفكروا في خطواته المستقبلية. صالح جمعة مع الأسف عيبه في دماغه. صالح جمعة منذ مجيئه النادي الأهلي لم يثبت أنه جدير بارتداء الفانيلة الحمراء. والله عقلية اللاعب من وجهة نظرك بتمثل قد إيه في نجاحه؟ نسبة 90%. لأن العقل هو الذي يوجد، العقل بيوجه في كرة في الملعب نفسه. يعني التفكير مجرد تفكير خاطئ في الملعب يؤدي ان اللاعب لا ما يلعبش اللعبه دي بالشكل المعين. يعني خلي بال حضرتك التفكير والدماغ هو 90 ده كل حاجه، مش 90% بس، كل حاجه. التفكير بيخليني اتدرب كويس،
بيخليني اتعامل مع الاعلام بشكل مختلف، اعرف ان انا العين مسلطه عليا، ما اروحش اماكن فيها الناس ما خلي بال حضرتك الناس دلوقتي بتتعامل مع السوشيال ميديا انها سوشيال ميديا لمجرد سوشيال ميديا وخلاص، ما تعرفش ان في واحد ممكن وانا قاعد يصورني ويحطها في صفحه وجروبات تشتغل يشوفني في مكان غير لائق. ده شيء الناس لازم تاخد بالها منه، خصوصا اللعيبه او الناس النجوم اللي عندها الناس تعرفها. ما دمت وصلت الى شهره، ما دمت اصبحت معروف وانت بتلعب في 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 النادي الاهلي، هو ناصر ماهر ايه اللي خلى ناصر ماهر يتم عقابه وما يتمش استفاده منه؟ عشان دخل لعب ماتش خماسي والناس صورته، هو لو مش متصور مش حد هيشوف، انما لو حد قال لحد لا وريني اثبت لي فالناس بتثبت. صحيح. دلوقتي السوشيال ميديا والموبايلات والنت اللي شغال في كل موبايل، لا انت وكمان انت نفسك اهم من اي حد، انت حب نفسك. صحيح. انت لعيب كوره، خليك رقيب على نفسك. انا كنت معاهم في سفريه 2011 2012 في السودان، كان نجم كان محمد صلاح موجود، محمد النني موجود، مروان محسن موجود، وهشام محمد، والجيل الكبير ده معاذ محمد، الجيل الفطاحل ده، ومحمد ابو جبل، وعلي لطفي، مش عايز انسى حد فيهم، حوالي 25 لاعب من العيار الثقيل. كنا بنلعب السودان في تصفيات الوصول للندن 2011. تخيلي كان من نجم الفريق، وكان رامي ربيع معاهم، واحمد حمودي، كان صالح جمعه، محمد صلاح لا يذكر. تخيلي، شوفي محمد صلاح عمل ايه. بس انا اتوقع من كلامه ومن اللي شفناه يعني في تصريحات اللاعب ان هو ممكن لو اخد فرصه جديده ان شاء الله يقدر يثبت. وانا مش عايز يرجع، نفسي يرجع ونفسه يلتزم. موهبه كبيره، واكيد النادي الاهلي محتاجها جدا، والاهلي محتاجه، ومن افضل اسيستات في الدوري المصري، من افضل اللعيبه اللي تنقل الهجمه بسرعه من الدفاع للهجوم. عينه حلوه على في ارض الملعب، يقدر يلمح في لعيب في من مش لازم اشوفه بالاحساس. وكمان احنا شايفين ان النادي الاهلي دلوقتي الجهاز الفني مركز جدا معاه، تدريبات مختلفة يعني، ماشي على نيوتريشن او بس في حاجة على في حاجة مهمة جدا، نظام غذائي مختلف. طبعا حاجة مهمة جدا، لو اثبت هاخد فرصة نص سنة، لو اثبت عدم صلاحيته خلاص شكرا، الاهلي يتم الاستغناء عنه نهائي، لان في النهايه مفيش رجا منه، خلاص استفيد واجيب لاعب تاني غيره. لا ان شاء الله باذن الله يثبت ان شاء الله حقيقته في وجوده للنادي الاهلي. اكيد عشان نقدر نستفيد منه. استاذ عبد المنعم فهمي، نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. سعدت بوجود حضرتك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.